السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي مطبخ محمود الرقية. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا العصير اللي بالفريز. غنشارك معكم اليوم. المهم راه شاركت معكم قبل العصائر، شحال من عصائر شاركت معكم تقريبا، يعني مختلفة، كل عصير كيختلف على اخوه والمذاق كيختلف من المذاق للمذاق. اليوم غنشارك معكم بالفريز. قبل ما نبداو نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا البنات غادي نحتاجو خزوه واحده او جزر واحده، خزوه واحده محكوكه بالحكاكه الغليظه، وليمونه واحده، وواحد سته ديال الفريزات، سته الحبات ديال الفريز، وعندي التمر بديل السكر. التمر ديما البنات كنديروه بلاصه السكر، الا بغيتو ديرو السكر كتستغناو على التمر، بغيتو تخلطو كتخلطو، بغيتو ديرو شويه التمر وديرو شويه السكر كديروه، المهم على حسب الحلاوه وصافي. كل واحد كيفاش كيبغي عصير ديالو يجي، واش كتبغيو يجي حلو بزاف ولا القياس ولا. المهم هادو هما المكونات اللي غنحتاجو، ومعاهم الماء اللي غادي نطحن به العصير ديالي. الفريز البنات كان عندي مجمد في الفريغو، انا جبدته من الفريغو وغادي نطحنو. المهم هاد العصير هذا يعني غتكون فيه النكهه ديال الفريز، يعني كتكون فيه النكهه ديال الفريز، العكس ديال اللي شاركته معكم من قبل. كاين اللي فيه النكهه ديال الخيار، كاين اللي فيه النكهه ديال سميتو ديال التفاح. كل واحد وكل عصير كيختلف على العصير كما قلت لكم. هنا كنحتاج الماء باش غنطحن العصير ديالي، وغنحتاج الطحان ديالي باش غادي نطحن. فين غنطحن العصير؟ غادي نضيفوا المكونات ديالنا كاملين في هذا الخلاط. كنديروا هاد الليمونه، نديروا الفريز، وكنديروا التمر، وكنديروا هذاك الخزوه اللي حكيتها كما قلت لكم الحكاكه الغليظه، وصافي. غادي ندير مكونات كاملين، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الماء، نص ديال الماء. كنضيف واحد الكاس ولا كاس ونص، وكنطحنوا المكونات مزيان. البنات ديما كنقول لكم اللي كتبغوا تطحنوا العصير ما تضيفوش الماء دقه واحده، ديروا غير القياس وطحنوا تطحنوا مزيان. صافي غادي نضيف القياس ديال الماء، وغادي نطحن العصير ديالي ونرجع معكم. كميه كثيره تبارك الله، واخا درت غير حبه حبه من حاجه، ولكن راه كيجي غزال. هذيك الحبات ديال الفريز اللي درت منهم ست الحبات، ولكن الحبات صغار ماشي كبار بزاف. وكنخرج العصير ديالي ديال النهار اللي انا فيه، اللي انا عايشه ليه كما يقولوا. المهم البنات هذا هو العصير ديالنا، كنتمنى يعجبكم، تشجعوني بالتعاليق ديالكم واللايكات ديالكم. اللي اول مره تشوف القناه ديالي ما تنساش تشترك اختي وتضغطي الجرس اختي باش توصلي بالجديد، ودخلي اختي ضربي الدوره في القناه، راه فيها غير الحاجه اللي غتستافدي منها، ما فيهاش شي حوايج اللي ما غاديش تستافدي منهم، كلشي غتستافدي منه تبارك الله. فيه حوايج زوينين، مصاوبات زوينين.